اهلا بيكم من جديد في قناة الادوات المنزلية الحديثة. النهاردة معانا فيديو مميز جدا كالعادة، عشان هنشوف مع بعض مجموعة من الادوات المنزلية الحديثة والافكار والحيل والمنظمات اللي هتساعدكم دايما على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وكمان بتساعدكم على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او المطبخ او في البيت عموما. وطبعا هنشوف في الفيديو ده اكتر من اداة منزلية حديثة هتشوفوها معايا لاول مرة. هنشوف دلوقتي مع بعض من خلال فيديو النهاردة بعض المنتجات والادوات المميزة جدا والاجهزة المنزلية اللي مفيش اي ست بيت تقدر تستغنى عنهم. وطبعا هقول لكم واعرفكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي بكل سهولة وبطرق سهلة جدا وبسيطة، بشرحها لكم دايما في نهاية كل فيديو. ولو انت اول مرة بتشوفي فيديوهاتي وبتتابعي قناتي، اتمنى انك تنضمي لينا وتعملي اشتراك للقناة وتفعلي زر الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ولو الادوات اللي في الفيديو دي عجبتك اتمنى انك تدعميني بالضغط على زر اللايك. ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف المنتجات والادوات اللي موجودة معانا في الفيديو ده، وهنشوف ونتعرف مع بعض ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر نستفيد منها. بعد كده تعالي شوفي معايا فرشة التنظيف، والفرشة دي بيكون ليها كذا استخدام وبيجي معاها قطعتين للتنظيف تقدري ان انت تنظفي بيهم البوتاجاز او الحلل او الاحذية او السجاد او مختلف الاسطح اللي بتكون عندك في البيت. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا المنشر المتحرك، تقدري ان انت تثبتيه على الجدار او على الشباك من خلال المكبس ده وتحركيه بكل سهولة عندك. واهم حاجة في المنشر ده انه بيشيل معاك الاوزان التقيلة، يعني تقدري ان انت تنشري عليه البطاطين الكبيرة، وتقدري طبعا تنشري عليه الهدوم او اي حاجة تانية انت عاوزاها، وتقدري طبعا ان انت تخرجيه برا الشباك كده اكنك نشرة من برا البلكونة. بعد كده هنشوف مع بعض عندنا الخرطوم اللي بيساعدك تنجزي كل المهام اللي بتبقى عندك في البيت، زي مثلا لو انت عاوزة تملي حاجة او تغسلي السجاد او الهدوم تقدري تعملي كل الحاجات دي بكل سهولة عندك، تقدري ان انت تحركيه وتعملي بيه اي حاجة انت عاوزاها زي ما انت شايفة كده معايا من خلال الفيديو. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك على تنظيف كرسي الحمام بسهولة جدا، وكمان بيجي معاها حامل للفرشة تقدري تثبتيه على الجدار. بعد كده تعالي شوفي معايا الدرج السحري ده، تقدري تثبتيه تحت التسريحة او الكومودينو او اي مكان طبعا عندك، وتقدري ان انت تشيلي فيه ادواتك المهمة. بعد كده هنا عندنا الاكياس اللي تقدري ان انت تمليها وتحطيها في الفليزر وتعملي من خلالها مكعبات التلج كده بكل سهولة. بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا هنا الاداة الثلاثة في واحد، وهي بتبقى مخصصة لتقطيع الفاكهة بكذا شكل، وتقدري من خلالها تقطعي البطيخ او الشمام بطريقة سهلة وجميلة زي ما ظاهر قدامك من خلال الفيديو كده. وبعد كده بقى معانا منظم الاكسسوارات ده، وهو بيبقى عبارة عن اربع ادراج ومراية تقدري ان انت تنظمي فيه الاكسسوارات بتاعتك وادواتك الخاصة. وبعد كده معانا فرشة تنظيف كرسي الحمام، وهي عبارة عن سيليكون ومرنة جدا بتوصل للأماكن الضيقة وبتساعدك على تنظيف كرسي الحمام بسهولة جدا، وكمان بيجي معاها حامل للفرشة تقدري تثبتيه على الجدار. عاوزة اقولك لو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو عاوزة تشوفي ادوات منزلية وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وفعلي جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد بينزل على القناة ان شاء الله. ويلا بقى نكمل ونشوف باقي المنتجات اللي معانا بالفيديو ده.
بعد كده عندنا هنشوف مع بعض، عندنا مجموعة من المنظمات أو أرفف التنظيم، ودي بتكون متوفرة بأحجام مختلفة، وطبعا تقدري ان انت تثبتيها عندك جنب الميكروويف او التلاجة او الجدار، وتنظمي بيها اي حاجة انت عاوزاها. بعد كده تعالي نشوف مع بعض، عندنا الحامل ده تقدري ان انت تثبتيه عندك في الحمام وتعلقي عليه مناديل الرول او المناديل الورق، وبيبقى فيه درج كده تقدري ان انت تنظمي فيه المناديل الجديدة، وطبعا تقدري ان انت تنظمي عليه من فوق البرفانات والكريمات بتاعتك. بعد كده هنا معانا منظم للحمام، والمنظم ده طريقة تثبيته على الجدار بتكون سهلة جدا، لان بيجي معاه اداة تثبيت بتاعته تقدري تنظمي عليه فرش الاسنان او معجون الاسنان، والرف الفوقاني تقدري تنظمي عليه الكريمات والبرفانات، بيكون شكله شيك جدا. وهنا هنشوف مع بعض، عندنا مقشرة تقدري تستخدميها في تقشير الخضار او الفاكهة، واهم حاجة في المقشرة دي ان بيكون فيها جزء مخصص بيتجمع فيه اي قشور بتقشريها. وهنا عندنا اداة تثبيت، وهي بتكون مخصصة لتنظيم فرش الاسنان ومعجون الاسنان. بعد كده تعالي شوفي معايا الاداة دي، تقدري ان انت تخرمي بيها اللحمه قبل ما تتبليها كده بكل سهوله، بحيث ان التوابل توصل للحمه من جوه وتتشوي اسرع. وبعد كده تعالي نشوف مع بعض منظم الزيت ده، تقدري تنظمي بيه الزيوت اللي عندك وتثبتيها عندك على رخامه المطبخ. بعد كده تعالي نشوف مع بعض غطا الكرسي الحمام، وهو بيكون مصنوع من السيليكون وبيجي معاه أداة تثبيت كده بتكون لازقة فيه، بتقدري ان انت تثبتيه بكل سهولة على كرسي الحمام، وطبعا تنظيفه بيكون سهل جدا. بعد كده تعالي نشوف مع بعض، عندنا أداة تنظيف متميزة جدا وبتديكي افضل نتائج التنظيف اللي انت بتكوني محتاجاها. المكنسة دي تقدري ان انت تنظفي بيها الارضيات ومختلف الاسطح، بتشيل معاكي التراب والوبر، بتكون سهلة جدا في الاستخدام، وطريقة تنظيفها برضو سهلة جدا. بعد كده عندنا منظم للحمام، بيجي عبارة عن 4 ادراج، تقدري ان انت تنظمي بيه مختلف ادوات ومواد التنظيف، وتقدري ان انت تنظمي بيه مختلف ادوات ولوازم الحمام اللي بتكون عندك، وطبعا بيكون مزود بعجل بحيث ان انت تقدري تحركيه في ارضية الحمام بكل سهولة. بعد كده هنشوف مع بعض، عندنا مجموعة من القطع اللي تقدري ان انت تثبتيها عندك على الجدار، وتقدري ان انت تنظمي عليها مختلف ادوات ولوازم المطبخ او الحمام. بعد كده عندنا هنا الاستند ده، وهو بيحتوي على 5 ارفف، تقدري تثبتيه جنب الشاشة او في اي مكان عندك في البيت، وتقدري تنظمي عليه الفازات او التحف والانتيكات، بيبقى شكله جميل قوي وشيك. ودلوقتي احنا شفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الذكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ، وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما، وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد، وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة، وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت. وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة. كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعرض في الفيديو ده، وتقدري ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك ولمطبخك. وهقولك دلوقتي ازاي تقدري تحصلي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا في الفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده، تقدري ان انت تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن. ولو الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتك، اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج في الفيديو ده،
تقدري ان انت تكتبي لي في خانة التعليقات وانا هرد عليكي في اقرب وقت ممكن. ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعلي جرس الاشعارات للكل عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله. ودلوقتي بقى بعد ما اتكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا في الفيديو ده، هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا في الفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك، وهقولك عن الطرق اللي تقدري ان انتي من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة. تقدري ان انتي تجيبي المنتجات دي بثلاث طرق، وطبعا تقدري ان انتي تختاري الطريقة المناسبة ليكي على حسب المكان اللي انتي بتكوني متواجدة فيه. فبداية كده اول طريقة، لو انتي عاوزة طريقة معتمدة فتقدري ان انتي تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق AliExpress او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي باي او تطبيق نون. بالنسبة لاسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة، وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انتي عاوزة تجيبيها. لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى ليها سعر مختلف. اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انتي بتكوني موجودة فيه. يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية، اما مصاريف الشحن لفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن ليها منخفض شوية، وبيكون في دول الشحن فيها مجاني. فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتوا بتكونوا متواجدين فيه. بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن، وهي بتكون الاونلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام. وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبيعوها عن طريق الاونلاين على السوشيال ميديا، وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزاها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات. وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا، مش زي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكوا عليها. وعاوزة اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا، بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عن الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة. اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي، زي كارفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرايس. بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة. وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر ان هو يوصلها بكل سهولة. وبس كده ده كان فيديو النهاردة، اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم، ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك. ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليكي في اقرب وقت. اسيبكم في رعاية الله.